مرة أخرى نقف في هذا المكان ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك لسنة 1438 هجرية. نحن هنا اليوم الموافق للثامن والعشرين من غشت 2017 نقف في وقفة احتجاجية جديدة تضاف إلى الاحتجاجات السابقة لنذكر المسؤولين في هذا الإقليم وفي هذا البلد أن هنا لازلنا معتصمين وسوف لن نتزحزح حتى يرحل عنا هذا المشروع، مشروع تلويت المناخ، تلويت الفرشة المائية وتلويت الهواء الذي يتنفسه الضعفاء من سكان هذه البلدة، بلدة أولاد سيف الغيث. هؤلاء السكان الذين لا يرون في استمرار هذا المشروع إلا النيل من حقوقهم وعدم إنصافهم وكذا إصاباتهم بجميع أنواع الأمراض التي يتسبب فيها هذا المشروع اللعين، من ربو، حساسية، اختناق في التنفس، بالإضافة إلى أنواع الأمراض الجلدية التي يتسبب فيها هذا المشروع اللعين. ليعلم الرأي العام الوطني أن هنا سيمر عيد الأضحى هنا تحت هذه المساكن. ليعلم الرأي العام الوطني أن هنا سنذبح أضحية العيد. ليعلم الرأي العام الوطني أننا في اعتصامنا المفتوح هذا وصلنا إلى 162 يوم ولا من يجيب. ظنا منهم ومن صاحب المشروع أننا سوف نتعب، سوف نرهق وسوف نرحل ليفعلوا ما يريدون بهذه الساكنة، فنقول لهذا وذاك أنكم لواهمون. فكما مر فصل الصيف بحرارته وقساوته ونحن تحت أخيام من البلاستيك وأعمدة الأشجار والأحشاب، فنحن سنعد العدة لمواجهة فصل الشتاء ببرودته وأمطاره وعواصفه مهما كلفنا ذلك من تضحيات. من هنا نناشد قائد البلاد ورائد هذه الأمة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بعد أن نبارك له والأسرة الملكية حلول عيد الأضحى المبارك لسنة 1438 هجرية، أن يتدخل ليرفع عنا هذا الظلم ويريح ساكنة ولاد سيف الغيث من ويلات هذا المشروع الذي ترى فيه الساكنة وفي استمراره إثارة للفتنة والفوضى. والسلام عليكم.